تشغل البنزين. يلا بينا. كويس. تاك انا هنا. ايوه ليمبو الطاقم بتاعه معتبرين المكان بيته، كانه ما حصلش حاجه. قلت لي وشه متشوه. تاني من فضلك، قصدي يعني ايه كمان هتقولي عليه؟ هو لابس بلطو اخضر عامل زي العفاريت. هات لي الاطار الحديد بتاعه يا جيسلين جان، وعايزاه يكون متغطي بالمتبقي من وشه الحقير ده. سامعك سين جون. حول ماشي. طيب يا ليمبو انت فين؟ فكرت تعدي على هوت سبرينجز تتبسط شوية صح؟
انا هرجع، احموني. انا تاخدك اضربوا نار انسحاب. اسمع العمل هولع فيك يا حقير. انا ناوي اعمله فيك. بجد انت فين دلوقتي؟ كويس. لسه صاحبك ايرون توث معاك صح؟ في حد هنا؟ استنى انا جاي لك. السافل ده خايف، اتحرك لهم. رجاله جايين. ده بيحاوطك.
هو ده. أنا عارفاه، افتحوا البوابة. تاني للشغل. لازم نرجع للشغل. كنت ماشي اليومين اللي فاتوا، تصدق؟ إيه مرسر، إيه الأخبار؟ قابلت الرحال ده اللي بيجي أكتر من التانيين، واللي دايماً بيجيب متطلبات الجواز. جايب معاك جوايز كتير. سواء الموتوسيكل. ده كل اللي معايا النهاردة. شفته هنا. ايه اللي انت عايزه؟ ايه اخبارك يا زاني؟ عايز ايه؟ انت لقيت الحقير ده؟ ايوه، جبت ايرون توث العجوز زي ما طلبتي. شغل هايل ديك. انت دايما الشخص اللي انا بقدر اعتمد عليه انه يعمل المهمات الصعبه دي. تعرف، مش عارفه انت وبوزر كنتوا رايحين على فين كده، بس كويس اني شفتكم. احنا في المنطقه يا تاك، لو محتاجه حاجه انت عارفه هتوصلي ازاي. شوف الكاي وانا هجدد عملاتك. لازم ترجع للشغل. عايز اتمشى شويه. استنى. لا لا بلاش، هرجع للشغل. تمام. لا لا كفايه. اشتغل كويس هيسيبوك في حالك. اهلا. ازيك يا بنوتة؟ مش هيسمحوا لي امشي. انت عايزة تمشي ليه؟ احنا هنا في امان. انا لازم اشتغل. تمام تمام. كويس انك هنا يا الكاي. محتاج اي حاجه تانية؟ تحب اجيب لك اي حاجه تانية؟ اختيار صح. خد، بقت كانها جديده، دي هتنفع في المواقف الصعبه. اتفضل. شكرا. في حاجه تانية اساعدك فيها؟ يبقى تعالى لي لو محتاج اي حاجه تانية. قول لي لو احتجت اي حاجه.
كويس جدا. انت لازم تمشي وراهم، دول بيهربوا. امشي ورا مين يا ترى؟ اهدي. ده روتش، انت عارفه كان بيركب مع ليون والفاريز، لكن انا بثق فيه. مش ممكن يا تكر، انت مش لازم. لا، خد باقي الادويه وتوجه للشمال. رجالتي فقدوا اسره في مكان ما حوالين ماريون فوركس. طيب هشوف لو اقدر اراقبه. عدي الشارع، متهيألي مش هتقلق من حالة المرور بعد كده. لا لا، المفروض يبقى هناك ورا. جوايز كتير. ماشي، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل هنا. برضه هتصرف. أنا تاكر، أنت هناك؟ تاك، أيوة أنا هنا. أنا حاسس إن عندك شغلانة تانية ليا. طيب تمام، هعدي عليكي. ديك نحول.
تمام، نبص في المكان شوية. معنى ايه؟ انت بتاعي دلوقتي. محتاج دول. ماشي. ممكن أعمل بك حاجة؟
اهلا، انا تاني. بوزر يقول اني لازم ابطل اجي هنا، يفضل يسالني ايه اللي المفروض اعمله، ممكن يكون صح، مش عارف. اتأذى جدا اليوم ده، قابلنا شوية ممزقين صدفة وحرقوا دراعه، واقتحمت واحد من دي اللي وبيسموها ايه، وحدات طبية متنقلة، وجبت له حتة معقمة. واتمنى يكون ده كفاية، فاهمة؟ بس بوزر زي ما انت عارفة بيقول انه كويس، بس انا مش مقتنع بده، دراعه حالتها وحشة جدا. الموضوع انه ده كان ذنبي، انا خطرت بحياته عشان قطعه غيار موتوسيكل، قطعه للموتوسيكل الملعون. كانش الموضوع مهم، على اي حال معسكر كوبلند الملعون باعها. انا قعدت سنه علشان اجمع الموتوسيكل. كنت هتحبيه؟ هو مش حلو زي اللي علمتك عليه، بس كان بيساعدني على التنقل. فاكره تانك البنزين اللي لونتهولي؟ طيب ده كان الحاجة الوحيدة الباقية من الموتوسيكل القديم، دلوقتي راح هو كمان. مجرد اني اجمعه، اقصد موتوسيكلي، وبوزر يخف، هنروح للشمال، هتكون بداية جديدة. انت عارفة عندنا ذكريات كتير هنا، كتيرة جدا. المهم انا عايز اقولك بس اني مش هعرف اشوفك تاني، فهماني؟